بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده في كورس بي اتش بي ابلكيشن مونسترز احنا جايين نقول ملاحظتين بسرعه وهنمشي على طول. خلونا نفتح الكود اديتور والبراوزر بتاعي. اول ملاحظه عندي هي ان، خلونا بس نفتح كومنت. السترينج ستارتز ويز، والسترينج اندز ويز، والسترينج كونتينز. التلاتة دول لو ما اديتلهاش نيدل هترجع لك ترو. يعني ايه الكلام ده؟ لو قلت له ايكو سترينج كونتينز، والسترينج ده محمود عادل علي، وجيت هنا مش هبحث عن حاجة، رجع لي ترو. قلت له طب انا عايز ابحث عن عادل، قال لي ترو او فولس هنا، عشان عادل هنا كابيتال وهنا سمول ابر كيس، قال لي ترو. طيب قلت له اي حاجه تاني؟ قال لي فولس. يعني بالتالي لو ما خدتش نيدل هتبقى ايه؟ فاضيه. تمام؟ وطالما فاضيه يبقى هترجع ترو. فخد بالك من النقطه دي علشان خاطر لازم تبقى عارف كويس الفانكشن بتاعتك بترجع ايه وما ترجعش ايه، عشان ده ممكن يعرضك لسكيورتي ايشوز كبيره جدا في البروجكت بتاعك او يطلع منها ايرورز وتقعد تلف حوالين نفسك علشان خاطر انت مش عارف الفانكشن بتاعتك بترجع ايه. تاني حاجة هنقول عنها ملاحظة echo br. تاني حاجة هنقول عنها ملاحظة هي الترم. الترم يا شباب، لو انا عايز اترم مثلا على سبيل المثال من ال ABC، عايز اترم من الشمال ال A، ولو في حرف B اتكتب في اليمين اعمل له ترم. طب فانا اقول له ال A او ال C مثلا وال B وال A، او باد بي اي دي. فالمفروض ان هو من الشمال يمسح لي الاي، ولو في دي او بي من اليمين يمسحها. اللي هيحصل هيمسح لي الاي والبي مع بعض، رغم ان انا مش مرتبهم، لكن هو ما عندوش تمييز هو وصل للنص ولا لا، هو مسح الاي لا بي لا، فمكمل معاه الكاركتر ليست. طب ايه الحل هنا؟ انت عايز تمسح ايه من الشمال؟ عايز امسح الاي، يبقى اقول له ال تريم الاي. عايز تمسح ايه من اليمين؟ عايز امسح البي، يبقى اقول له امسح لي من اليمين بي، يبقى ار تريم. فهنا طبعا مفيش بي، لو حطيت بي هتتمسح هتتحط. فبالتالي خد بالك في الاستخدام الار تريم والليفت تريم علشان خاطر انت تبقى عارف عايز ايه بالظبط، لان تريم بس من الجهتين ممكن تخش على الحروف اللي في النص وتبوظ لك الدنيا وتبهدل لك الدنيا خالص. دول الملاحظتين اللي كنت لازم اقوله لك ولازم تكون عارفهم كويس جدا. اشوفكم في المحاضرات الجايه، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.